السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال جميعا؟ إن شاء الله الأمور طيبة برجلة. كيف تمينا الكورس بتاع امتحان البورد سي سي اف بي اللي حين دار شهر 4؟ فعندي بتاع ربع ساعة هيك ممكن نديروا لفة في الكلية، نشوف كلية الطب كش جوها كليتهم، ومفيش داعي للمقارنة طبعا، لكن هو يعني من باب العلم بالشيء يعني. فهذه سكول اوف ميديسن او سمفا كومينجز سكول اوف ميديسن، غيروا اسمه في 2014، قالوا واحد تبرع وحطوا على اسمه كومينج، متاسف 67. وهي تعتبر واحده من 17 كليه طب في كندا كلها فيها 17 كليه طب فقط. البرتا فازوز واحده في ادمنتون واحده في كالجري، وهذه تعتبر طبعا بتاع كالجري، هي نقدر نقول العاصمه الاقتصاديه بتاع البرتا. عدد الطلاب فيها قالك في حدود 500، عدد الريزيدنتس اللي هم بعد ما يتخرجوا يبدو ريزيدنت يعني وباش يدير نقدر نقولوا الزماله او الاقامه في حدود ال 700 يعني. هو هذا الطاقه الاستيعابيه بتاعهم يعني. فشوف جوك فانيوي هذا المدخل وراي، مرات نخش ونشوف الاجواء هيك شوي عرفت كيف. شوف يعني ممكن شني نوريك ماني حتى شني السقف العالي والحركات، عرفت هذا المدخل الأساسي متاع الكلية. طبعا اليوم أحد فاضية شوية عرفت، لكن ندهر ونشوفه 5 دقائق كيلفة على السريع. الصوت طبعا مش 100% لأنه ما نستخدمش في مايك، لكن هكذا. هذه عندك ATM ماشين هنا، مكاتب زخارف في كل مكان، حركات عرفت. هذو ناس دايرة دونيشنز، هذا متبرعين، هذو بالألف للـ9000، الناس اللي متبرعة من 500,000 للمليون، لأن هنا الجامعات مش دعمهم مش حكومي 100% يعني، ياخذوا حتى في تبرعات بحيث تستمر الموضوع. هذا الناس اللي متبرعين بأكثر من مليون، فممكن واحد منهم هذا اللي اسمه كومينج غيروا اسم عليه. فهذا البارتنرز ان هيلث قال لك الحصيله مش عارف. هذه مكاتب فوق، حركة سريعة سامحونا شوي، لكن هذا هو. هذه ممكن هنا واحدة من القاعات، شوفوا هنا شن صاير. لا مسكرة تونا، نخش لواحدة من القاعات مفتوحة، كانت تبرع بالدم لوحات عرفت. نخش هكي، هذه كلية الطب متاع كالجري. طبعا كالجري ديما تصنف من افضل 5 مدن في العالم من ناحيه المعيشه والاستقرار تعرف القوائم هذه اللي تطلع ديما كل سنه. فكالجري مدينه جميله الصراحه. انا قاعد في ادمنتون شمالها 4 ساعات. اوكي واصلين 3 دقائق، ماشي الامور، مفروض ماشي الامور تمام. اوكي بنوريكم المكتبه تو، جميله فيها كتب وحاجات قديمه هيك طبيه. واحد الممرات اللي وراي، شوف النظافة والحركات. anyways فهذه البوك ستور، هذا وين تجيني تشتري كتاباتك. هي منا متحف ومنا يعني حاطين حاجات. في كتابة هني عجبني، هو اسمه شنو اسمه، medicine the definitive illustrated history، يبدو انه يحكي لك على تاريخ الطب يعني، فهم يحبوا الاشياء هذه يعني. adulthood هذا مث، هذا خربيش دايت. ايه كانك انت في الجامعة تشتري التيشيرت متاع الجامعة ما فيش باس، تشتري المج تشتري كب عادي ما فيش مشكلة عرفت. هذا الكتب هنا شنو هذا، The Chemist. اوكي هذا نيويورك مانيوال كذا متاع الفتس. هذه حاجات أطباء متبرعين بيهم، جهاز ضغط على ساعة على ستيتسكوب، حاجات قديمة. هذه عجبتني الجمجمة، كيف تقدر تحركها وتفصل كل عظمة فيها. شوف القيلات هما شكلهم أشبه من مستخدمها ما دال في سنوات. عشاني هذه كلها حاجات قديمة. فمثلا هذا قال لك متبرع به ENT surgeon، يحتفظوا هم بالانسترومنتس ما يحبوهم يعني عرفت. وهنا جينا للهول، طبعا هادو هني الدفعات من 73 عرفت.
ل 2016 كل دفعه. ما نعرفش جماعه تسال فيه ابيض واسود، مو كلنا اول ما بدوا ابيض واسود فكملوا ابيض واسود حتى ل 2016. عرفت هذوك مثلا، شوف هنا الهول مثلا هيك، عرفت غادي احنا اخذنا الكورس غادي تو نخش نوريكم كان الكورس اللي اخذنا فيه. هادو الدفعات الجديدة، فمثلا هذه 2003 عرفت، وهذه دفعة 2015. شوفوا محارة يعني كم يعني ما نعرفش، ممكن 15 في 15 حدود 400. فهذا لو نقربه graduating class of 2015 coming school of medicine، هم هذا علاش ابيض واسود الله اعلم، ممكن فنية اكثر عرفت، الله اعلم. فهنا الايتري او الفود كورت بتاعهم، نخش نشوف القصة هذه داير زوم علي هي فروض تزوم تو بالضبط. اوكي ف هنا يبدو انه شني هولز كلها قاعات ودنيا سفرتح. شوف الممرات، شوف الدنيا شوية تلج البرة، لكن ما تقل هنا الا الايتري هي واحدة من الكافيتيريات. هذه زي كافيتيريا الجلد متاعنا، احنا قاعدة عايشة كافيتيريا الجلد ديك، تقول كاف. شوف المايكروويفز هذوك تسخن فيه ماكلتك، واشبه هذا ممكن هذا عمك كومينج، هذا اشبه. بح تو شني نبو نديرو، هذا شني واحدة من القهاوي للداخل ستاربكس. اوكي فهذا الهيلث ساينس او ساينسز سنتر، ف ممكن نوقف شويه هنا ونكمل لكم من داخل هنا. اوكي فرجعنا من الهول هنا، هذا الهول وما في المكتبه هذه ما عرفت ايش هني. هنا بنوريكم تورنتو نوتس مثلا 2017. شوف داخل النسخة الأخيرة ما عندكش مشكلة، فيه ماكس، فيه خرابيش غادي، فيه كل شيء. هنا تخش غادي، هو ما درنا احنا زي الكلينيكال اكزام يعني، دارونا زي التست، كانوا مديريننا زي الفطير هنا خفيف قهوة وحركات. هذه على ما اعتقد هذه قاعة نقدر نخش، امس كانت مفتوحة. هذه قاعة مظلمة، لك قاعة عادي تلقى عادي، تبي تقرا اقرا مفيش حد يقول لك لا. هذه احنا القاعة اللي اخذنا فيها الكورس، هي في حد الداخل هذه القاعة احنا اللي اخذنا فيها الكورس. زوز داتا شو هنا فوق، كمبيوتر غادي بالمايك. اللي عجبتني هي في مدير لك اربع مايكات، بحيث لو واحد من الطلبة عنده سؤال ولا حاجة شكله يخدم المايك، وما غادي في اربع مايكات فوق هنا عشان قلات فوق في السقف. وهذه القاعة شوف الاضاءة، شوف الوسع سفرتح. اللي عجبتني كذلك في كل كرسي فيه شني بلاك تشحن تليفونك او الايباد متاعك، اللي هو فيه حتى شني لان نتورك بحيث توصله به الكمبيوتر متاعك. وهني المايك هذا توصل الكمبيوتر، توصل كل شيء. خلي يدير فوكس، يخدم. ايوه فالمايك يخدم، في شي مشكلة. شوف كاميرات غادي، مشبه مراقبة ولا مش عارف. اوكي تاني مازال طبعا هو تفتح ممر ويفتح لك 60 ممر بعده. نبطل شويه، خلي تير فوكس فوكست. هنا ايش بهذا شكله بيست ويكي، ما بيست ويكي مش عارف شنو هو، جوائز حركات خربيش ممرات فيندينج ماشين. هنا هذا اللي صورتها لكم اول واحده امس، هذا هيلث ساينس
جماعة البحوث وغيرها. طبعا شني مربوطة هنا بمستشفى، طول الجامعة مربوطة بالمستشفى. شوف اللاكرز هنا، الطلبة يحطوا حاجاتهم يحطوا دنيتهم، وغادي على ما تخش لي الفوت هيلز هاسبيتال، عيارتها يونيفرسيتي في كالجري ميديكال كلينكس، فهذا الوحدات تبع الجامعة. حتى هنا تنزل تقدر المدرج تخش له من لوطو من فوق، عرفت؟ نفس القصة، دائريات شوية. شوف القاعة، صبورة، كاميرا، مش عارف شنو ديك كاميرا مراقبة، يشبه الله أعلم. في عنده تلفزيون اللي بيشرح بحيث ممكن يقرأ منه. تو داتا شوز، وهما المايكات اللي فوق عجبتني فكرتهم الصراحة. اوكي، فهذا احنا المكان اللي درنا فيه كورس داخل، دارونا حالات زي الامتحان بالضبط. فهذه هي University of Calgary Cummings School، Cummings School of Medicine Medical Skills Center. ما نعرفش ايش فيه في الدور الثاني، برضو ممكن قاعات، ممكن الله اعلم هذاك الباب وين يرفع، الله اعلم. هذا هنا الكورس بتاعنا احنا، وانا الكورس بتاعنا، وهذا بقولي هذا عمك ابو قراط، لكن ايش عشان معلقين عليه جماعة مش عارف. وهذا الاوت بتاعه اللي هو شني، اوت اوف هيبوكراتس ولا هيبوكريت، نعم مش هيبوكريت، هيبوكراتس. فهذا شكله غادي مكتوب باللاتيني وهنا بالانجليزي اللي هو قسم ابو قراط. فهذا هو، فدرناكم جولة سريعة في كلية الطب بجامعة كالجري. يلا منورين، إن شاء الله الفيديو طويل شوية الله غالب، والصوت مش مية مية، لكن أكو هذا اللي نحصله. يلا منورين، والسلام عليكم، إن شاء الله شوفوا زيها عنا في ليبيا بإذن الله. السلام عليكم.